السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ما اليوم تجربة جديدة لمنتج جديد هو طاحونة على ولاعة السيارة. طبعا كاوة حمسناها بالبريد، ما كان معنا حتى المحماسة. تختار القهوة المناسبة لك، غالبا فنجان حسب الفريق اللي عندك. دلة فضلنا الآن الهيل هنا، نحط لنا شوية مسمار شوية عويدي، بحطها وارجع لكم. طبعا كل شخص أدرى، احنا سابقين أهم ما يميز الطحونة ذي أنها على ولعة السيارة، ما يحتاج تدق بيدك ولا يبالك محول ولا يبالك شيء. تخلص منها تقفلها بالطريقة هذه، تبدأ تطحن. قفلها زين، هذا الحين صارت مطحونة تحت الماء. البن والهيل خلاص، الحين ابد صلح قهوتك على راحتك وبالتوفيق. طبعا المنتج كما عودنا لكم ضمان لمده سنتين، مقدم من مؤسسه العجيب الغريب.